يسعد مساكم صبايا شباب متابعين. اليوم بدنا نعمل عجينة للتارت، للسابلة، لبسكويت بالقطاعات، لقاعدة لقالب تشيز كيك. العجينة اللي عم بتحدث عنها مفتتة وإلى أسرارها، أسرارها بمقاديرها. مقاديرها ما في أسهل منها. الطحين 400 جرام، نص ال 400 200 جرام زبدة أو سمنة جود بالموجود، نص الميتين جرام 100 جرام، هالميت جرام سكر، إما سكر بودرة أو سكر عادي. رح أكتب المقادير بالجرامات وبالأكواب القياسية بصندوق الوصف مشان يسهل عليكم التحضير، وقولوا بسم الله ويلا نحضر. رح نحضر بالبداية كريمة الباتيسري كمان الأصلية. أنا بدي أسهل الأمور للمبتدئين، بدي أخلط كل المكونات مع بعضها، وأنا عملت لايف، هاي عملت نص مقدار مشان أفرجيكم القوام. رح أعمل قدامكم نصف مقدار، لأنه أنا عملت نصف مقدار مسبق، بتضاعفوا الكمية لهالقالب. صفار بيضتين، هو الواحد والتاني واحد. هالبياض البيض عملوا فيه أقراص جوز الهند بطريقة الجاهز موجودة بقناتي ولا أروع. المقادير كلها خلط بخلط، حطيت صفار البيض وهي ربع كوب سكر. رح نحضر بالبداية كريمة الباتيسري كمان الأصلية. أنا بدي أسهل الأمور للمبتدئين، بدي أخلط كل المكونات مع بعضها، وأنا عملت لايف، هاي عملت نص مقدار مشان أفرجيكم القوام. رح أعمل قدامكم نصف مقدار، لأنه أنا عملت نصف مقدار مسبق، بتضاعفوا الكمية لهالقالب. صفار بيضتين، هو الواحد والتاني واحد. هالبياض البيض عملوا فيه أقراص جوز الهند بطريقة الجاهز موجودة بقناتي ولا أروع. المقادير كلها خلط بخلط، حطيت صفار البيض وهي ربع كوب سكر، رشة ملح يظهر الطعم. إذا عندكم حليب سائل بتحطوا كوب حليب طازج، وإذا ما عندكم بتحطوا ربع كوب حليب بودرة. راح أحط الماء شوي شوي وأخلط، ممكن على خلاط الكوكتيل وممكن بالمشفر. معلقة المقاس نشا، ليمون معلقة، وزبدة معلقة. بالبداية نار خفيفة، وبعدين بس يسقل المزيج احنا رفعنا النار شوي شوي مشان إذا حطيناه رأسا على نار عالية رح ينطبخ البيض معك ويفوش لفوق صفار البيض. بهالطريقة بتاخدي تمازج وبنطبخوا كلياتهم مع بعضهم. معلقة بشر ليمون، برجع بوطي وقت أخلط المواد. فانيليا معلقة، قويت هذا هو المزيج، بدي اياه يسمك شوي اكثر. هاي طبختها قبل تسمك وقت اللي تبرد. خلصنا أول خطوة، كريمة الباتيسري جاهزة، رح أحطها بالبراد. حطيت هالنايلون ملاصق للسطح مشان ما يكون معنا قشرة، تحافظ على الطعم والشكل. بدنا طحين 400 جرام، بدي أعمله بهالشكل هاد هيك، ما تكبسوا الطحين. طلعوا 3 أكواب ومعلقة كبيرة. السكر إذا بدك تستعملوا خشن مقداره بالوزن 100 جرام، بطلع بالكوب نصف كوب. وإذا بدك تستعملوا سكر بودرة رح يختلف معكم كوزنه بالكوب، بطلع 3/4 كوب، كوب المقاس. أنا بدي أستعمل سكر عادي. مقدار الزبدة
200 جرام. ال 200 جرام زبده بتوازي كوب. رشه ملح لتعديل الطعم. بدي اخذ من المقدار الكلي ال 200 جرام قطعه زبده معلقتين وافرك فيه الطحين مثل الرمل. سكر عادي، عدس عاد بحطه وبحرك. رح اضيف البيضه مع معلقه صغيره فانيليا وبشر ليمون، وممكن تضيفوا معلقه صغيره خل. بتاخدوا فعلا قضاء على الزنخه. بخلط بشكل جيد، بعدين بضيف معلقه كبيره لبن زبادي، بصير لبن السوري، وبخلط بشكل جيد. صار عندي وعاء السوائل جاهز لنخلط الطحين. بنحطه على دفعات وبخلط بالمعلقه ليصير فعلا نعومه للخليط. هلا بحرك بايدي من تحت لفوق وبعمل اختبار نجاح، هو بعمل خط بإصبعتي بخلطها وبعمل اختبار. لازم تكون تقطع بهالشكل معناتها ناجحة. اطمن قلبي، ببردها بالبراد لمدة ربع ساعة، بعدين بطالعها، برش طحين وبشكلها من خلال كيس نايلون. هالمقدار بعمل لك قالب تارت كبير بهالشكل. خلص جاهز. بحضر ورق زبدة بحطه على السطح مشان أحط فاصولية أو حمص مشان ما ينفخ معنا. ما حطيت بيكنج باودر. والزايد شكلي بسكويت أو تارت صغير. حرارة 170 رف الوسط. بعد دخوله الفرن بعشر دقايق بنرفع ورق الزبدة وحبات الفاصولية ومنتابع خبزه. نار من تحت بتشقر الحواف، منطفي من تحت شعل من فوق. تركنا التارت يبرد وبدنا نعمل جناش بالشوكولا البيضة. غليت كريمة الخفق ربع كوب وضفت نصف كوب شوكولا ناعمة لتاخد حرارة الكريمة. بده تصير جاهزة جناش الشوكولا البيضة. هذا السر رح يعمل عازل بين كريمة الباتيسري وبين عجينة التارت، رح يحافظ على القرشة اللي بتاخد العقل مهما فضل عندك لتقدمي وقت المناسبة. تحضير مسبق قبل 3 أيام ولا أروع. فعلا ولا أروع طعم وشكل، وياريت تجربوا ادعولي.